السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي المشاهدين، في هذا الفيديو سأجيب على بعض الأسئلة التي طرحت، وكذلك سأحاول قدر الإمكان إيجاد حلول لبعض المشاكل التي يمكن أن تواجه البعض خلال عملية الفلاش أو تنصيب بعض البرامج والألعاب. نبدأ على بركة الله. أولا آسف لأني أتأخر في الرد على بعض الرسائل، لأني أجد صعوبة حقيقة في الجمع بين عملي وقناة اليوتيوب، ولذلك أنا آسف جدا جدا. كذلك ملاحظة، لاحظ أن مثلا بعض الفيديوهات تصل إلى 2000 أو 3000 مشاهدة، و يعني أجد 20 لايك 20 إعجاب، فيديو 3000 مشاهدة و20 لايك، ولا أتلقى بعض الأحيان حتى كلمة شكر على المجهودات التي أبذلها، أو مثلا 3000 مشاهدة والمشتركين عدد المشتركين في القناة 1000 أظن 700 3000، يعني لا أفهم ماذا سيخسر إنسان إذا قام بالضغط على إعجاب بالفيديو أو اشتراك بالقناة أو تفعيل الجرس. هذه ملاحظة صغيرة فقط. من أكثر الأسئلة الشائعة إخواني، هل إذا قمت بالتحديث ستمحى الألعاب؟ الجواب لا، لن تمحى الألعاب. السؤال الثاني، وهو خطأ عند الدخول إلى موقع PS3 Explorer، وجود خطأ معناه أنك لم تنصب الهايبرد الفيرموير HFW، يجب أن تنصب HFW. بعد ذلك يمكنك أن تدخل على المتصفح. وبعض الأحيان إعدادات الشبكة، يجب أن تقوم بإعداد شبكة الواي فاي أو عن طريق الكابل. المشكل الثالث وهو أهم مشكل، وهو مشكل يواجه الكثير من الإخوة، وهو Data Corrupted. هذا المشكل له عدة أسباب. يكون المشكل من الفلاش USB، يجب أن نغير الفلاشة، وبعض الأحيان يكون من الهارد ديسك الداخلي، يجب أن نقوم باستخراجه ونقوم بعمل فورمات عن طريق الحاسوب. وبعض الأحيان يكون من المشكل سبب المشكل من الفيرموير نفسه، يكون الملف تالف، أو التحديث ليس هو التحديث المناسب. السؤال الرابع وهو عندما يعطيك رسالة لا يوجد تحديث، الجواب إما أنه عندك آخر تحديث، أو أن الفلاشة بها عطل يجب تغييرها، أو أنك لم تضع المجلد كما يجب. إذن لكي تتأكد من أنك وضعت المجلد كما يجب، فالتحديث يجب أن يكون بهذه الطريقة، وضعه في الفلاش USB بهذه الطريقة. نقوم بإنشاء مجلد نسميه PS3 بأحرف كبيرة، وداخل هذا المجلد نضع مجلد آخر نسميه أوبدات، وداخل أوبدات نضع ملف تحديث ps3.pub. هكذا، هذا هو الحل. السؤال الخامس أحبابي، وهو الجهاز متوقف على السيف مود، الحل هو أن نضع ملف تحديث في فلاش USB مفرمط بصيغة FAT32، ثم نقوم بالضغط على Start وSelect لعدة ثواني،
ثم بعد ذلك نقوم باتباع الخطوات المطلوبة. السؤال السادس وهو: عندما أدخل للملتيمان لا أجد الألعاب. لا يجد الإنسان يدخل للملتيمان ولا يجد اللعبة التي قام بتنصيبها. الحل وهو أن هناك ألعاب، هناك ملفين، ملف ألعاب بأحرف كبيرة وملف آخر بأحرف صغيرة، مكتوبة games بأحرف صغيرة و games بأحرف كبيرة. إذا أردت أن تشغل الألعاب من داخل الملتيمان يجب أن تحط الألعاب في الجيمز الكبيرة. السؤال السابع وهو: الألعاب لا تشتغل بعد تحميلها من المكتبة. الجواب هو أن يجب أولا أن تثبت التراخيص، ثانيا يجب أن تثبت فيكس الذي يأتي مع المكتبة، وثالثا يجب أن نفعل النظام، وذلك بالدخول عبر للحساب، حسابنا الصوني، ثم نذهب إلى enregistrer le système ونقوم بتفعيله. السؤال الثامن وهو: قمت بعمل تحديث عبر الإنترنت ولم تنجح العملية ودخل جهازي للسيف مود. الجواب: أن نحمل الفيرموير على الفلاشة ونقوم بالتحديث، وإذا لم تنجح نقوم بإخراج الهارد ديسك، نقوم بإخراجه، ثم نقوم بعمل فورمات بصيغة الفاط 32، ثم نتبع الخطوات كما يطلب منا. السؤال التاسع وهو: ما هو الأفضل، هل فلاش الهين أو الكوستوم فيرموير CFW المعروف، وهو الكوستوم المعدل. فالأغلبية يفضلون الكوستوم فيرموير تحديث المعدل، لكني أرى أن الهين أسهل وليس به تعقيدات كما هو الشأن بالنسبة للكوستوم المعدل. لذلك أنا بالنسبة لي أنصح بالهين. السؤال العاشر: هل يمكن أن أنصب الكوستوم على أي جهاز؟ الجواب: لا، هناك أجهزة تقبل الكوستوم فيرموير وهناك أجهزة لا تقبل الكوستوم فيرموير. فمثلا البلاي ستيشن الفات بكل أنواعه وسليم الذي يبدأ بإثنان، سريال بإثنان. السؤال 11: هل يمكن أن ننصب الهين على أي جهاز؟ الجواب: نعم. السؤال 12: ما هي الأجهزة التي تقبل الداونغراد لتهكير الجهاز وتنصيب أي كوستوم فيرموير؟ والداونغراد كما نعرف وهو الرجوع من أي تحديث، مثلا 4.788 إلى 3.55. والأجهزة التي تقبل داونغراد هي أجهزة الفاط بكل أنواعها وأجهزة سليم التي تبتدئ بإثنان فما فوق. أما الأجهزة التي لا تقبل داونغراد فهي السليم التي يبدأ السريال بثلاثة فما فوق، وسوبر سليم، هذه الأجهزة لا تقبل الداونغراد. السؤال 13 وهو: أنا عندما أدخل لأفعل هين يعلق البلاي ستيشن 3 ولا يشتغل. الحل هو أن تعيد عملية الفلاش من أول خطوة. إذا رأيت أن العملية صعبة، يعني لا تريد أن تعيد الفلاش من الأول، يمكنك أن تدخل على الموقع، يعني موقع PS3 Explorer، وتقوم بتفعيل الهين من هناك لكي تنصب لعبة أو للدخول إلى الملتيمان.
السؤال الرابع عشر وهو: عندما أدخل للملتيمان تظهر لي شاشة سوداء. الحل هو أن تحمل آخر إصدار للملتيمان. إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. كان لديكم أي أسئلة أو استفسار، ما عليكم إلا أن تتركوا أسئلتكم في التعليقات وأجيبكم عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.